السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في وصفة جديدة. ماشي وصفات، شي واحد الحاج جالس مع ام سعد. اليوم شنقول لكم، مشيت للسوق ولقيت الحوت الثمن ديالو في متناول الجميع، وانا نقرر ندير بايله وقلت نشاركها معكم، نعطيكم المقادير عندي هنايا. ما نعطيكمش الكميه، على حسب عدد افراد الاسره ديال كل عائله شحال كتحتاج. عندي هنا بعدا عندي الرز، انا غسلته وخليته كيتقطر في الشبكه. عندي هنايا فليفلات الحمراء والخضراء، هنا عندي الكالامار والكروفات، عندي هنايا بصله مشلضه بيضه، من الاحسن تكون بيضه. عندي هنايا جنيوحات ديال الدجاج، كيجيو زوينين في هاد البايله هادي. هنا عندي القزبر والمعدنوس طحنتهم مع الثومه، عندي الجلبانه، عندي خيزو، وعندي الملحه والقامه. هنايا عندي القامه ديال الحوت الا توفرت، الا ما توفرتش ما كاين حتى شي مشكل. عندي السكنجبير، شويه د الكمون، ما تكتروش من الكمون، شويه د الكمون التحميره والبزار. وهنا عندي واحد شويه ديال الزعفران شعره، كيتواتى بزاف مع هاد البايله هادي. وبطبيعه الحال غادي نديرو الزيت، ما حطيتوش. وهنا عندي معلقه ديال الصوص ديال المطيشه، كتجي زوينه بزاف في البايله. هادو هما المقادير، وغادي ندوزو مباشره للطريق. هنا انا درت الزيت تسخنات، اول حاجه غنبدا بها هي البصله، غادي نشحرها مزيان حتى تبدا كتبان. غنزيد معاها الملحه، ما توفرتش عندي اليوم الزيت بلديه، نورمالمون هي هاد الاكله كتجي زوينه بالزيت بلديه. نزيد الملحه، الملحه الكافيه، لان عندي بزاف ديال المقادير هنا. ومعليش نورمالمون البايله كيكون عندها واحد المقله ديالها خاصه باش كتقدم فيها، انا ما عنديش هذيك المقله، كنطيبها في الطنجره وكنخويها من بعد كنديرها في الطبسيل ديال التقديم. مازال ما كسبش، ناخذ المقله ديالها. هنا ملي طاحت هاد كنقول طاحت البصله، ملي بدات كدبان ملي طاحت، غنزيد عليها هاد جنيوحات ديال الدجاج. انا جنيوحات شديتهم وقسمتهم على جوج، شحرهم حتى هما. غنزيد هاد الصوص ديال المطيشه، كتجي زوينه بزاف. غادي نحاول هاد الدجاج كله ندخل ليه هاد الصوص. هنا زدت بعيد على الكاميرا، زدت خيزو شحرتو حتى هو شويه. دابا غادي نزيد الحوت، انا درت حتى لي طونطاكيل ديال الكالامار، كيجيو زوينين. كون نورمالمون عندكم المقله
ديال الطايله كتخليو هذوك لي طونطاكول حتى الاخر كتزوقوا بهم هما و ماشي حتى الاخر زعما فوق المقله حتى كتشحروا كلشي وعاد هما كديروهم من الفوق هما والكروزات اللي كيكون بالقشور ديالو والفليفلات. نشحر هادشي ودابا غادي نزيد كلشي في مره واحده نخليه كيتشحر باش عاد نزيد عليه الماء. غنزيد دابا جلبانه الله حتى راني مازال مش كلشي هادشي اللي غسلته وخليته حتى تقطر ومازال ما داكش القمامه لان القمامه ملي كنديروها كتبدا الماكله كتحرق لينا تلصق لينا في القاع ديال الطنجره دونك كنخليها هي الاخرى. هذاك التوابل كنخليهم هما الاخرين. هنا انا زدت حتى الروز حتى هو غادي نشحرو مع هاد الحوت وهاد الدجاج. كنبغي نشكر بنياتي بجوج عاونوني بقاو معايا لا الكالامار ولا الكروفيت بارك عليهم وهما اللي زعموني كاع باش نصوت لهم واش نصور. لقيت الحوت زوين وشريتو مع فواكه البحر لان خديت غير الكالامار ولا الكروفيت قالوا لي اه نعاونوك باش تصوري ونبقاو معايا الكروفيت والكالامار. دابا غادي نزيد هاد القامه كامله وغادي نزيد ربيع عتي جديد مع ديك الثومه تطحن مع الثومه لواحد الريحه زوينه بزاف. هادشي كامل غادي نشحرو. دابا بقاو لينا غير الفليفلات الخضراء والحمراء غادي نديرهم وغادي ندير الماء الكافي ملي تغلي غادي نغطيوها ونقصو عليها العافيه ونخليها طيب على المهل ونتلاقاو ان شاء الله. الطايله ديالنا بس كتجي على هذا الشكل واحد الريحه ما شهيتكم فيها نشفات من الماء بين معلقه واحد اللذه. كنتمنى تجربوها لان ماشي مكلفه وماشي صعيبه في التوجد ديالها. انا غادي نحطها في الطبق ديال التقديم ونتلاقاو. نطفي البوطه. الطبق ديالنا درته في الطبسيل زوقته بشويه ديال الحامض كيجي لذيذ بزاف بزاف والله ما نقول لكم زعما تشهيتها لكم. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليقات. الفيديو ديال اليوم سالات ديروا لايك اللي مازال ما تابوناش يتابونا بارطاجيو مع اصحابكم ولا كاين شي تعليقات مرحبا.